Beirut listeners, the game begins in 5, 4, 3, 2, 1. ما هو نظام الحكم المتبع في اليابان؟ تيك توك من الديكتاتور الجابون؟ ديكتاتور ديكتاتور ايه شو بيسموها؟ الامبراطوري غلط. السؤال الثاني، اي من العلوم هو الاقدم في التاريخ؟ ليك بس ببلش بالفه بالفه؟ لا ما شو اني جاهل مش عم بعرف شيء كثير ضغط هيك. رجع لي السؤال. العلم الاقدم الفارسي؟ اي من العلوم هو الاقدم في تاريخ البشريه؟ اكيد مش فارسي، شو عم بحكي انا؟ اوكي، علم الفلك. الفلك. ثالث سؤال، ما هو الحيوان الاثقل وزنا في العالم؟ بحول لك يعني سمكه. البلان. 100% صح، الحوت الازرق. ما هي اللغه التي يتحدث بها سكان النمسا؟ جيرمان. مظبوط. من هو الشعب الذي ابتكر لعبه الدومينو؟ ما بعرف. تشاينيز، جابانيز، كوريان. شو انت ميزوجين عملت هيك انه كلهم يعني فكرك الشعب الصيني. لكن ما هو اكثر عنصر كيميائي متواجد في جسم الانسان؟ رجعت لي. ما هو اكثر عنصر كيميائي متواجد في جسم الانسان؟ عنصر كيميائي؟ يس. هيك عجل ما بعرف شو عنصر كيميائي. اللو يعني المي، الهواء، الاكسجين. مايك للاسف انتهى الوقت. لا العمل، كمية الجهل، كمية الجهل اللي طلعت مني اليوم. اوكي انت مبدع بغير قصص، ما علي بالمات وفيزيك وكذا والاسئله سئلت هيك، بس انه لو كملنا كان في كتير اسئله مهضومه يعني عن اول فيلم لبنان. شو هو اول فيلم؟ معلومه حلوه لكل المستمعين، اول فيلم لبناني صدر عام 1928 كان اسمه مغامرات الياس مبروك. ليشو حلو يعني عن جد، لما بتشوف انه بلدك فيه هالقد ناس مبدعين بلشوا بسنين كتير، يعني كانت الكاميرا بعدها شي جديد بهالفترة، يطلعوا يعملوا فيلم. فعلا للأسف يعنا كتير انجازات لبنانية هيك تمرين، وفي كتير قصص بجاج وتاريخ وفن، وهلأ ما حانسى انك خسرت وفي عنا تشالنج بدنا نعمله. رد وخلينا نكمل بالتشالنج. رد؟ حابب ترد على هيدا الموضوع عن الفيلم؟ هيك حسيتك بدك. لا كان بدي اقول انه نحن كانجازات، يعني انا بحس اكتر شيء هو انه اكتشفنا دفشنا الجبل على البحر كتير قربناه. والانجاز الثاني هو انه لون الارجوان والابجديه، وبعدين وقفنا يعني خلص. ايه ما اتكلنا على التاريخ، وقفنا عن الحرب العالميه. عم بمزح بس انه لو منوقف ننبسط بإنجازاتنا ونعمل شيء لحتى نخلص حالنا يعني بيكون كتير أحسن بفتكر. سوبر تمام. من الطرش والدهان. بما أنك خسرت التشالنج، حضرنا لك كيك كتير طيب، هو فيجن كيك على شوكولا. معك 5 ثواني. بدك 10؟ أوكي، من الرجيع عم يقولوا لك 10. 5 ثواني؟ إيه 10 ثواني تكون مخلصه. هنأخذ كلوز أب وخلينا نشوف قديشك سي اكوران. ان شاء الله ما يكون سريع. ريدي؟ يلا فينا نرجع نلعب له التايمينج سونج. يلا ليتس جو مايك. لكن 10 9 8 7 6 5 مايك، 4 3 لحقوم لعندك، 2 مايك على السريع، 1 ولا في جاتو تاني، 1 ألف صحتين مايك. هيك مثل ما أنت كيف طيب على ذوقك. شو أنا بقول بلا بوش بلان، مين عامله؟ مين عامله؟ نهاد. معك باسبور؟ باسبور أجنبي؟ Three,
2 1 إلك.